برازيل العربيه. اه سيسا هروح سيسا يوم 20. رئيس ايه سبب السياده؟ بيقول لك، بيقول حضرتك عشان يعني انا اقول لك ايه الحوادث دي. بيقول حضرتك ان السيسي هيروح الصين يوم 20. فان سليب الفكرة، الفكرة إذا كان تقريبا السوق، السوق طبعا واعدة التسهيلات اللي بتعمل في الاستثمار دي بتخلي الناس المعلومة لما تيجي تقول لك تعالى خد أرض ببلاش تشتري. مش عارف تشتريش ليه بقى؟ دي نمرة واحدة. نمرة اتنين لما تبقى في مثلا أراضي مرافق